وللمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، رحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. كان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أشار إلى نسب الإنجاز في مشروع الضبعة النووية، وقال أن نسب الإنجاز تسير بوتيرة أسرع من المعتاد. السؤال هنا، كيف تمثل محطة الضبعة النووية أهمية للاقتصاد المصري من جانب، ومن جانب آخر لقطاع الطاقة النظيفة على وجه الخصوص؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدينكم. وفعلا معدلات الإنجاز بتصير أعلى من المتوقع او على من اللي كان مخطط لها. وطبعا عارفين ان الدوله المصريه والسيد الرئيس يمكن في 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 كل لقاءاته في المشروعات القوميه وفي الزيارات وفي معدلات الانجاز وفي اعتماد المشاريع دايما بيؤكد ودايما بيراقب ودايما بينظر الى توقيتات الانجاز، لان التنافسيه النهارده بتعتمد على السرعه، بتعتمد على الانجاز، والعالم النهارده عالم سريع، وبالتالي عنصر الوقت، عنصر الوقت وعنصر انجاز مهم في حياه الشعوب. سرعه الانجاز انا عايز اتكلم عليها لانها ليها دلاله وليها مؤشر، والدلاله على سرعه الانجاز او السبب الرئيسي يمكن في سرعه الانجاز طبعا يمكن حاجه الدوله المصريه ان احنا بنجري ضد عقارب الساعه عشان نقدر ان احنا نوفر مصادر طاقه بديله، وعشان نقدر نوفر فرص عمل زي ما قال يمكن الرئيس حتى بوتين في كلمته. لكن كمان العلاقات الطيبه والتاريخيه زي ما اشار الرئيس الروسي، العلاقات الطيبه والتاريخيه اللي بتسمح او اللي سمحت، وانا متاكد من هذا الكلام، ان لو كانت هذا المشروع، لو كان هذا المشروع مع دوله ثانيه او مع مؤسسه دوليه او مع البنك الدولي او احد المؤسسات الدوليه يمكن كان توقيتات الانجاز كانت هتختلف. لكن العلاقات الطيبه والعلاقات القويه ودور مصر الاخير في الازمه الروسيه الاوكرانيه ووقوفها على حياد وعدم رغبة مصر والقيادة السياسية أنها تاخد طرف ضد روسيا، ده جعل مصر تلقى احترام كبير على مستوى العالم وحتى في روسيا. العلاقات المصرية الروسية علاقات نموذجية، ويمكن ده حتى كلف مصر، خليني أقول كلف مصر الكثير من المشاكل ومن الدسائس ومن عدم الرضا من القوى الدولية الأخرى. يمكن ارجع لسؤالك، معدلات الانجاز معدلات اسرع من المتوقع. بنتحدث سؤالي نعم دكتور، كنت اتحدث يعني على الجدوى الاقتصاديه من هذا المشروع، وايضا فيما له صله بالاهميه فيما له صله بالطاقه، الطاقه النظيفه. بالضبط. يمكن احنا مصر كمان في الفتره الاخيره غير موضوع الغاز الطبيعي، وممكن شفنا ان السيد الرئيس الحقيقه كان اول ملف، توافيني في الراي وتذكرني ان كنت يعني ناسين، ان كان اول ملف هو ملف الطاقه لو تفتكر، الحقول النفط في شمال البحر المتوسط. صحيح. ورغبه ترسيم الحدود علشان تقدر مصر تستفيد بالغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقه. وبعدين دخلنا بعد كده في محطه الضبعه، المحطه النوويه، وبدأنا منذ سنوات ليست قليلة في إنتاج الهيدروجين أو إنتاج الطاقة البديلة علشان نبقى حتى كمان أحد مصادر الطاقة أو بلاتفورم دولية أو مصدر دولي لإنتاج الطاقة النظيفة. اللي أنا عايز أقوله من هذا الكلام إن مصر عندها أوريدي رؤية، في رؤية أوريدي مسبقة إن مصر تكون أحد اللاعبين الكبار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، لأن السنوات القادمة لن يكون هناك مكان للطاقة الأحفورية، بل بالعكس يمكن هيكون هناك عقوبات وهيكون هناك عدم رضا على الدول المنتجه للنفط او الدول المنتجه للطاقه الاحفوريه لانها ملوثه للبيئه. ال 30 ل 40 سنه اللي جايين مختلفين تماما طبعا في مجال الطاقه، وعشان كده النهارده مصر بتضع المليارات في البنيه التحتيه النظيفه لسببين. اولا لان المستقبل لهذه الطاقه، الدنيا هتتغير تماما في ال 20 سنه القادمه، ثم مصر محتاجه لفرص عمل. يمكن حتى الرئيس الروسي اكد على هذا النقطه، العلاقات الطيبه اللي تسمح بالتعاون مع مصر في هذا المجال الحيوي اللي هتخلق فرص عمل، محتاجين نخلق فرص عمل. هذه المحطه مهمه ليس فقط للطاقه لكن مهمه للاقتصاد، لانها هتوفر جزء كبير من الطاقه اللي مصر محتاجاه، وبالذات في الصناعه. احنا شايفين ان الصناعه المصريه بدات تطلع لقدام بشكل كبير. شايفين ان احنا حققنا صادرات، يمكن السيد الرئيس تحدث عن حلم ال 100 مليار دولار، احنا كنا يعني كنا في 12 13 15 مليار دولار منذ سنوات قليله. النهارده احنا عند حوالي 40 مليار او 35 مليار دولار حجم صادرات. طبعا ده شيء جيد جدا، بس ده يستلزم، كل ده يستلزم ان يكون عندنا طاقه، وطاقه استراتيجيه،
مصر تقدر تعتمد عليها والاجيال القادمه يقدروا تعتمدوا عليها في السنوات نعم. القادمه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق.